طيب تعالوا بينا سريعا قبل بدايه المباراه نروح لزمايلنا الاعزاء في اهلي الجزيره سالا حامد وفاروق صلاح من اهلي مدينه نصر ومريم سميح من الشيخ زايد. سالا برحب بيك ولنا الاجواء اللي هناك عندك. مساء الخير يا كابتن ايمن، طبعا برحب بيك في البدايه وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن انا دلوقتي معاك يا كابتن ايمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاجواء هنا قبل بدايه وانطلاق مباراه اللي يوم مباراه اللي طبعا الاهلي والزمالك مباراه القمه واللي ان شاء الله النهارده يعني هتقام على استاد القاهره في تمام الساعه 9:30 مساء. يمكن خليني اقول لك يا كابتن ايمن زي ما انت شايف الاجواء ورايا بدات وفد اعضاء النادي الاهلي بشكل كبير على مقر النادي الاهلي. يمكن في الاول كان في عدد قليل من اعضاء النادي الاهلي طبعا عشان يعني الاعضاء بيبتدوا يجوا بعد موعد الافطار لمقر النادي، ولكن الحمد لله دلوقتي في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن كمان خليني اقول لك انه الاداره التنفيذيه واداره الخدمات طبعا تحت اشراف الاستاذ محمد الالفي المشرف على الخدمات هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره وعلى المنافذ، وكمان الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي، كلهم كانوا متواجدين هنا قبل وجود اعضاء النادي الاهلي عشان طبعا يشرفوا على الاستعدادات والتجهيزات كلها قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم. يمكن كانوا حريصين جدا على ان هم ينظموا الكراسي والاماكن لاعضاء النادي الاهلي مع وجود تباعد اجتماعي ويعني مسافه بين كل كرسي وكرسي عشان يعني طبعا يحافظوا على سلامه كل اعضاء النادي الاهلي انه ما حدش طبعا يصاب باي شيء باي مكروه ولا بفيروس طبعا كورونا. ان شاء الله تعدي على خير يا سلا وكل التوفيق للنادي الاهلي. ومن سلا نروح لفاروق صلاح لمدينه نصر. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل التحيه لكل ضيوفك الكرام وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر خلاص قبل لحظات قليله ودقائق من انطلاق القمه مباراه المؤجله من الاسبوع الرابع ما بين الاهلي والزمالك. خليني اقول لك ان الاداره التنفيذيه هنا في النادي الاهلي خصصت اربع اماكن لمشاهده اللقاء، الحديقه الرئيسيه والشاشه الرئيسيه وايضا منطقه الفوت كورت اللي فيها الشاشه من الشاشات الكبيره الموجوده وايضا منطقه الالعاب الترفيه والمبنى الاداري. اجماع من الاعضاء هنا على الثقه في لاعبي النادي الاهلي. عندنا غيابات، الجميع بيقول طبعا غيابات مؤثره، غياب محمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر وافريقيا، غياب علي معلول وغياب ياسر ابراهيم، ولكن الجميع اجمع على الثقه، حاله من الثقه بالنسبه للاعضاء مع اعلان تشكيل النادي الاهلي، الجميع بيثق في اللاعبين، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. باذن الله، شكرا فاروق. ومن فاروق لمريم سميح في الشيخ زايد. مساء الخير يا مريم، يا ترى ايه الاجواء عندك؟ برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن يعني قبل بدايه صافره اللقاء يعني بدقيقتين بالظبط عايزه انقل لحضرتك سريعا الاجواء هنا بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. يمكن على الرغم من ظروف كتيره جدا الا ان جمهور النادي الاهلي قرر ان هو يسنده فيه يعني بعد غياب اكثر من 7 سنوات في مباراه القمه في رمضان، قرروا ان هم يستعيدوا ذكرياتهم هنا من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة كمان اللي ممكن بتوصل حاليا واحنا بنتكلم ل 39 او 40 درجة، الا ان هم اصروا ان هم يساندوا طبعا يعني ناديهم. كمان عايز اقول لك يا كابتن ايمن ان هم بيتكلموا على الرغم ان في يعني تشكيل كامل من الاصابات، ولكن هم شايفين ان ده يمكن رهان بظهور نجم جديد في صفوف النادي الاهلي، وشايفين ان دايما طبعا النادي الاهلي بمن حضر، شايفين كمان ان ما فيش اي قلق وكمان واثقين في الفوز يعني بشكل كبير، وطبعا يعني رافعين شعار على الحلوه والمره معاه. عايز اقول لك كمان يا كابتن ايمن ان كل الناس يعني متحمسين جدا، الجمهور شايف ان الرهان الاكبر على الاستعداد البدني والاستعداد النفسي للاعبي النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك في البدايه هم قرروا على الرغم من كل الظروف المحيطه هم ان يستعيدوا ذكرياتهم، وكمان يعني بالنسبه لهم بعد غياب عدد سنين كتيره ان هم يتفرجوا على يعني ديربي الاهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك. شكرا جدا شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء سالا حامد فاروق صلاح مريم سميح، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز.